هنا السائل يقول: لدينا أناس في بلادنا يعملون جمعة رجب، يتبادلون فيها الهدايا وزيارة الأرحام، فما حكم هذا؟ هذا العمل غير مشروع، لأن تخصيص وقت معين بعبادة معينة يحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات التوقيف، وهؤلاء يتعبدون الله عز وجل بهذا التخصيص، يخصصون أول جمعة من شهر رجب لفعل عبادات معينة ومنها صلة الرحم وغيرها. فبنية إذا كان هذا بنية التعبد فهذا العمل غير مشروع. وقد صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، وانتهى إلى أنه لم يثبت في فضل شهر رجب شيء، ولا أن يخص بعبادة من العبادات، وإنما هو كسائر الشهور، إلا أنه يمتاز عن بقية الشهور بأنه أحد الأشهر الحرم الأربعة.